لا يقتصر تدمير المنتج المحلي في العراق على الزراعة والمصانع فقط، بل حتى على المستوى الطبي. الشركة العامة للأدوية في سامراء مثال على الشركات المحلية التي لا تزال تصارع من أجل مزاحمة المستورد في السوق المحلية. معامل أدوية سامراء هو من المعامل الرائدة بالعراق، وأكيد أدويتها هي أدوية ذات جودة عالية ولديها ثقة عند المواطن، لأنه يعني من سنين خلت والمعمل بدأ في مد جسور الثقة مع المواطنين بالآيتم الدواء الفعال وكذلك السعر المناسب للمواطنين. لكن الإهمال الحكومي وغياب الدعم الكافي لشركة أدوية سامراء جعلها تستسلم لواقع سيطرة الأدوية المستوردة على السوق المحلية. ينتج معمل أدوية سامراء أدوية رصينة معتمدة عالميا وذو فاعلية عالية جدا، وهو من أقدم مشاريع المعامل في الشرق الأوسط ربما والمنطقة العربية، إلا أن الدعم الحكومي غائب تماما عن معمل أدوية سامراء وعن يعني حقيقة تطويره ويعني تهيئته بما يخدم حاجة البلد. غياب الدعم أدى إلى تراجع مستوى الإنتاج في شركة أدوية سامراء، وتعدى الأمر إلى نقص مواد التصنيع الأولية وافتقارها للتجهيزات المناسبة. معمل أدوية فيه نقصات كثيرة كثيرة، يعني لا تطاق، يحتاج إلى دعم من الحكومة المركزية، من وزارة الصحة، على وزارة الصحة أن تدعمه، يكون تعاون مشترك فيما بينهم، حتى ليش بنقصات كثيرة، نقصات من الأدوية في معمل الأدوية. المستفيدون من الأدوية المستوردة وأصحاب شركاتها لا يريدون للمنتج المحلي النهوض والمنافسة، وبوجود هؤلاء سيبقى الإنتاج المحلي ضعيفاً.